مساء الخير حبيباتي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير حبيباتي. اليوم زي ما وعدتكم راح نعمل واقي الشمس. هذا الواقي الشمس من مواد طبيعية وموجودة متوفرة بالدار، بس هذا الواقي الشمس حبايبي إذا خليتوه لازم، يعني ما راح يحميكم فترة طويلة زي ما سبق وقلت لكم. يعني لازم كل أخوت وكل شابة وكل مرأة وحتى الشباب تتعودوا تحطون واقي الشمس اللي بالصيدلية، لأن المواد تبعاته مواد صراحة حافظة وكتير منيحة. وحتى اللي بالصيدلية في لازم تكرري مكتوب الوقت، يعني بعد ساعتين بعد 3 ساعات لازم تعيدي تحطي لوجهك هذا الكريم، يعني ما راح يحمي. اكو كريمات ما بتحمي، شلون نقول 12 ساعة او نقول تحمي مثلا 6 ساعات حسب الوقت، يعني لازم خاصة اللي يتعرض، وانا بحكي على البحر زين، لازم كل ساعتين ثلاثة بيسو. المهم احنا هسه بالواقي الشمس الطبيعي اللي انا عملته من مواد طبيعية وكتير منيح، راح تقدروا تخلوا، لان ما في مواد ما في زيوت، راح تقدروا تخلوا مثلا وانت بالحديقة، انت بالسطح، انت تتمشين هيك حوالين الدار، او اي طلعة عندك بتكون مو اكثر من ساعة. يعني بعد الساعة حبايبي لازم تغسلون وجهكم وترجعون تحطوه، يعني ما راح تقدري تستمري النهار كله خاليته زين. هذا هو يعني من البطاطا، من عصير البطاطا، انا عملته من عصير البطاطا لان البطاطا هي بالاصل فيها مادة فيها النشويات، وهي خاصة وفيها النشا، هو النشا بحد ذاته مبيض ومصفي للبشرة. هذا الواقي مو بس واقي من الشمس، نعتبره لو خليتوه على وجهكم واقي للشمس، وبنفس الوقت يصفي البشرة ويعطي لها نضارة ونضارة، ويخلي البشرة صافية جدا ومبيض طبيعي للبشرة. يعني كمان كتير منيح، لأن كلكم تعرفون البطاطا للكلف، للهالات السود، للبقع الحبوب، يوحد لون البشرة. يعني حبايبي اللي ما راح تستفاد، مع انه انا بحكي لكم، انا صدقا بحكي لكم، يعني قلت لكم ما راح اسوي واقي لاني ما بدي حدا يقول لي ما استفادينا منه. هذا الواقي صدقا يعني يعني شلون نقول ساعه الا ربع ساعه راح تقدروا اذا الشمس مو كلش قويه، زي انا اقول لكم شمس العراق 50 و45 والسعوديه وهيك، ما لازم بدكم واقي شمس. تقدرون تخلوه قلت لكم بالحديقه بالسطح خلال نص ساعه 45 دقيقه راح يحميكم. اذا انا شو سويتوا، ترجعوا تغسلوه وتحطون غيره هيك، لا اوكي يعني كويس، وما راح ياثر حتى لو عدتوه اكثر من مره، يعني مو مشكله، لان هالبطاطا هي مصفيه للبشره وكثير منيحه، وبنفس الوقت حتى تشد البشره، تنظف البشره، تعطي رطوبه كثير حلوه للبشره. حبايبي زي ما انتم شايفين انا اخذت حبه بطاطا، بس انا بيش الصراحه اكون صادقه كل معاكم، انا يعني طحنتها مو طحن بالطاحونة ولا هذه، أنا سويتها بالعصارة تبعت الجزر. اللي ما عندها عصارة ولا شيء تقدر بالمبراشة، ما عندها بالمبراشة بالمطحنة بأي وسيلة أنت متعودة. اطلعوا أنا من فترة سويتها عشان أورجيكم، اطلعوا النشا، هذا النشا، اطلعوا النشا اللي طلع من البطاطا، هيو النشا، شوفوا هذا النشا، شوفوا شلون طلعوا النشا اللي طلع منها، هاي المادة النشا كتير حلوة تنحط، طلعوا من تحطوها تحسون فيها نفس ملمس واقي الشمس، نفس ملمس واقي الشمس زين، نفس ملمسه يعني هيك، في تحسون زي أبالك بودرة، بودرة يصير على البشرة. تقدرون حبايبي هو هيك تستعملوه مباشرة، هو هيك تستعملوه، طلعوا كتير، هذه حبة بطاطا وحدة اللي عندها تبعت الجزر كتير كويسة. لازم حبايبي هذا الواقي مو بتخلوه مثلا 3 4 أيام بالثلاجة، لأن تدرون أنتوا عادة البطاطا تسود، البطاطا تسود يعني ورا يوم راح تشوفوها سودة، وهيك ما راح تنفع معاكم. يعني لازم تسوون زي هاي الكمية وتحطوها بالثلاجة اليوم كامل، بطاطاية وحدة صغيرة اليوم كامل.
اللي حابه بنفس الوقت تعمل تغذيه للبشره. هسه تقوم يوسف شلون تقولي ما في زيوت وانت حتحطين زيت؟ هذا اختياري. تغذيه للبشره ما طالعه كثير على الشمس، يعني ما متعرضه كثير على الشمس، هذا كثير كويس للي مثلا بدها تخبز. في اختي كثير قالت لي انا كثير اخبز وكثير اطبخ وكثير ونفسي بواقي، هذا كثير كويس. تاخذيه هيك حبيبتي بدون اي اضافات، اي كريم، اي شيء، ما بتحطي وحطيه هيك على بشرتك، حاولي حطيه على بشرتك. كل من ما تقدرين وانت عتن خليني جنبك وانت تشتغلين عتن وتخبزي، كل ساعه رطبي بشرتك من عنده، اخذي من عنده ورطبي، بس حاولي اخلطي اخذي من تحت، يعني طلعوا لان النشا تبعته هو اللي يحمي البشره. حاولي كل ساعة سوي. بالنسبة حبايبي اللي تريد تستفاد من عنده كمان مغذي للبشرة، كمغذي للبشرة تقدرون كمغذي للبشرة تخلون معاه، تاخذون قليل من هذا الماء، طيب من هذا الماء مال البطاطا، وتخليه معاه كبسولة فيتامين اي، طيب، وتخلطيها وتحطيها بعلبة صغيرة. تقدرون حبايبي كمان شو تخلون معاها؟ ملعقة صغيرة جدا من النشا وتخلوها شلون بحمام مائي، بس يثقل معاكم يصير ثقيل، راح شو بتسوون؟ تحطوا له الفيتامين اي. بس انا ان شاء الله عشان ما بيصير الفيديو طويل راح اسوي لكم اياه مباشره بعد هذا الفيديو واورجيكم كيف طريقته، لاني انا محتاجتها لهاي الوصفه اسويها الي. هيك حبايبي هو الواق الشمس اللي انا يعني شلون اقول، مو لاني انا سويته، اي اخت عملت لكم اياه او بدها تعمله او حيطلع او شيء اعملوه وانتم مرتاحين، ما راح يأذي البشرة تبعتكم لأنه كتير منيح وكتير كويس وما بي زيوت. أما كل كريم فيه زيوت وتطلعون على الشمس صراحة أنا شخصيا ما أحبه، لأني الزيوت هي شلون نقول كأنه تقلي البشرة تبعتكم. هيك حبايبي أنا خلصت الفيديو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى معكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك ودائما تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من عندي، واستنوني راح أطلع لكم الماسك اللي هسه الكريم اللي حكيت لكم عنه لأني أنا كمان محتاجته. مع السلامة.